يعني هذا خطأ كلمة صغيرة أنك تختصره بموضوع التيار، خطأ كتير كبير. شركاء قطرية الأطفال، أنت وحدة منهم اللي صنفوك تحت هذا التصنيف مع شار جبور، ليال الاختيار، مجموعة كبيرة. أولا فشل علاء بطن. ليش صنفوك بهذا يعني مش التصنيف؟ قتلت أطفال سوريا اللي فعليا قتلوهم، فعليا مش على تويتر، اللي فعليا قتلوهم بالبراميل وبالكيماوي، مش هن اللي بيحكوا عن الناس اللي ما بيفرقوا بين أطفال سوريا وأطفال فلسطين. فشلوا على رقبتهم. شو السؤال؟ كيف بتشوف الهجوم يلي عم بيصير على ليال الاختيار بعد محاورة أفيخاي أدروعي؟ في شقين بالموضوع. مهنيا يعني هو في مرحلتين بالقصة. مهنيا أنا رأيي الخاص، هذا رأيي خاص، يعني مهنيا أنا ما بوافق على الأداء أبدا. ولو كنت يعني وأنا أدين هكذا، لو كنت أنا أدين هكذا أداء، أدينه بشدة. يعني أنا ما فيني حدا عم يرتكب مجزرة ضد الإنسانية رحب فيه وقل له استاذ، ما فيني. هي أنا ديما كل واحد بحترم الجميع. أنت عم تحكي على العبارات اللي استعملتهم، إيه على الحوار. لحظة بس، ما هو العبارات منن شيء، منن شيء ديتاي، هذا منن تفصيل. الترمينولوجي هو شيء أساسي. لا أكيد أنا معك. خليني أقول لك شيء، يعني ما فيني أكون ديما اليوم اللي 10 سنين بدافع عن الـ LGBT، ولما استقبل عم بحكي مثل، لما استقبل مثلا حدا LGBT قل له انت شاذ جنسيا، شو موقفك من الموضوع؟ معركة المصطلحات هي معركة أساسية، تثبيت المصطلحات هي شيء أساسي بالمعركة الإعلامية وبالأدوات الإعلامية. يعني أنا إذا جيت قلت لواحد LGBT انت شاذ، أنا ثبتت فكرة أنه إن هو انت شاذ عن باقي المجتمع. فالمصطلحات شيء أساسي، فأنا ما فيني أقول أستاذ لا حدا عم يعمل، بس في شغلة ما فيني أقول جيش الدفاع الإسرائيلي، لأنه أنا بكون عم بتبنى الرواية الإسرائيلية. ديما يعني صادق كانت رفضت من الأساس أن تحاوره، كمان ما بدي أظلمها، لأنه أنا ما بعرف شو الظروف اللي كانت فيها. يعني إذا هي فعلا على الهوى عن جد، يعني كمان بدي أكون منصفة، إذا هي فعلا على الهوى وفجأة حدا لا بدينتها عن جد، اذا فجأة بس عم بحكي بغض النظر اذا في خيار، بس لحظة يمكن هو هيدا اللي صار. يعني عم تحطني بموقف بدي احكي عن زميلي انا ما بعرف شو ظروفها، بدي احكي، بس بدي انا ما عم بسألك عن ليال، عم بسألك اذا في عندك خيار. أوكي. ما تقبلي تحاوري او تحاوري سؤلت قبل هيدا السؤال، انه هل يعني هل السؤال انا بقبل اني حاور اسرائيلي او لا؟ سؤلتها مرة هيدا السؤال وكان جوابي انه انا رأيي طالما الاعلام الغربي عم يعطي هالقد مساحة لاستقبال الإسرائيليين والإعلام الغربي ما عم بيناقشهم بروايتهم، نعم من الممكن أن يكون كتير مفيد أنه الإعلام العربي يستضيفهم. ليش؟ لينسف لهم روايتهم. وحأعطي مثل كتير دقيق بهالموضوع. أنا كديمة، أنا لما شفت استهداف المستشفى المعمداني، أنا لو ولا لحظة شكيت أنه هيدا إسرائيل هي اللي استهدفته، مع العلم أنه صار في ترويج لرواية إسرائيلية أنه لا هيدا صاروخ بالغلط. أوكي. أنا عم قلك شيء شهدته أنه صار في دباء، لا يمكن هيدا صاروخ من حماس. في ناس أنا سمعتهم عم بيقولوا هيك، ومش ناس برو إسرائيليز، ناس أنه ناس عادي تشوش عليهم الموضوع. طيب هول الناس، أنا بعد بشي يومين حضرت طاهر بركة عم بيحاور أفيخاي أدرعي، رالف لازم تحضر المقابلة. أفيخاي قال له هيدا حماس اللي استهدفت هيدا، يجي يقول له طارق أوكي كتير هينة، هل تقبل بلجنة تحقيق دولية إن تحقق بهيدا الموضوع لنشوف مين اللي قصف، إسرائيل أو حماس؟ يهرب أفيخاي من الجواب، ما يقول له نعم أقبل. 5 مرات ضلوا وراء وأفيخاي يهرب، بالآخر قال له يا خي ليه ما بتقلي نعم أقبل بلجنة التحقيق وبطلع لك إياها سكوب على الهوى، سكوب إنه هيدا دليل براءة لإلكن، ما عطيها. وبالآخر قال له طارق طيب أنت عم تتهرب من الجواب، وهيدا شيء بيأكد لنا ساعتها إنه الإسرائيلي هو اللي قصف. أنا هيدا البارت قصيته وبعدته لكل واحد للحظة شك. وبس تشافوا هيدا البارت
ايه تغير تخيل خلص اقتنعوا ليش عم تكذب بهالطريقه. فانا يعني رأيي لازم برايك الاعلام العربي يكون عم بحاول برايي من المفيد برايي من المفيد. ريد زميله تانية عم بتقول بس طالما هن اوريدي خلص مش ضروري مين طالما هن يعني يمكن هي ما بدها تقول طالما الاعلام الغربي هالقد مش حدا على تويتر يعني اوكي طالما الاعلام الغربي هالقد فتح لهم انه خلص ما تفتحوا لهم بقى اتس ديبيتبل اتس ديبيتبل. بس جوابا على سؤالك هل هل هيدا الشيء مدان وخيانه وعماله لا هذا يعني موضوع مع العيال بالقضية اللي صايره معه لحظه انا بقول لك بأدي المهني لا انا ماني معه ولكن بإدانتها وبانه لحظه ما خلينا كيف بالأدي المهني انا هذا الشيء ما بقبله مهنيا وباخلاقيه المهني المهنه لانه انت عندك اخلاقيه مهنه هي انك تكشف وتعري العدو بهذه بهيك وضعه. وفي كمان مصطلحات استخدمتها انا كمان ما بوافقها ابدا لبل ادينا ما فينا نقول انا بحترم ضيفي حتى لو كان عدو يعني عم يعمل مجازر ضد البشريه كيف يعني تحترمين ما فيك هيدي مهنيا انا ادين. بنفس الوقت هذا الاداء المهني يناقش بالجمهور بدينه نحن من دينه في اداره ممكن تدينه بس ما بتاخده على المحكمه العسكريه هون نعم ودين المحكمه العسكريه لا ما لا هيدا الشيء انت يعني في الاداء المهني يحاسب يناقش يدان بس ما بتاخده على المحكمه العسكريه هون صار جنون ايه ودين الذهاب الى المحكمه العسكريه بهالموضوع نعم صار جبور نعم شو بقى ليش صار فيها الأخذ والرد وتويتات من هون ومن هون أقحمت نفسك بمطرح ما كان لازم تكوني فيه؟ لا لأنه أنا من يعني أنا كل حياتي بأي مكان في ألفاظ ومصطلحات وتقييم عنصري تمييزي ذكوري ولا مرة بقفي اني ثبت موقفي بهالموضوع للاسف تعامل بمرتين ورا بعض بمواقف معينه بتمييز بخطاب كراهيه بخطاب عنصري ما كان فيني مرد مش بسبب شخص شارل جابور لانه انا هذا موقفي وعمري رجعني على تويتر مستحيل اقرا لاي انسان شيء هيك ومعلق عليه وتحديدا ليه ما بتعلق على تويتر ليه ما بتبعتي له على الخاص ليه ما بتمسك التليفون وبتدق لشخص لانه المعارك الخاصه بالتمييز العنصري هي معارك لازم تكون عامه مشان لانه محاربه هذا الخطاب لازم يكون عام على صوت عالي نعم على صوت عالي بس هو رجع قال انه هو برر هذا الموضوع بطريقه انه هو مقصده دور المراه خجول ومعي قال الجملة ايه صح معك قال انه ما بتفهم بالسياسة طب هذا تعبير ذكوري طب شو بعمل له يعني والله ما عندي شيء ضده بالشخصي بس هذا تعبير ذكوري شو يعني ما بتفهم انه انت بتفهم اكتر من انخيلا ميركر مثلا بالسياسة ما فهمت كان عندي كمان مشكلة مع جوزيف ابو فاضل لانه إيه بمطرح إيه معين كنت مثلاً تبريز ذكوري ايه وبعده وللمناسبة صلحته بس ما بحياتنا تخنقنا بتعرف ليه بتغردوا لبعض بتعرف ليه ما بنغردوا لبعض بس بتعرف ليه بيكتب عنك اوقات هيدا اللي عم اقول لك اياه عمره ما اخذ ما زعل مني على اللي بكتبه وما في مرة قال شيء إلا ما هجمت عليه وفيك تسأله عمره ما زعل مني ما هو بيقول لك أنا عنصري طيب أنت عنصري أنا حرد عليك عمره سأله عن جد سأله يعني هو كشخص يعني هو بالعكس يعني ممكن يكون خفيف الظل مهضوم ايه خفيف الظل يعني ما عندي لا هو ولا شارل ولا حدا عندي مشكل معه بالشخص فعلا ما في اي مشكل شخصي مع شارل جابور اي مشكل فعلا انا عندي مشكل مع هالمواقف ومين ما كان بكره رالف انت كتب هيك شيء حتلاقيني عم رد عليك شو اكتب هيك شيء اوكي طب ما تردي انت علي لا اسم الله كانت البرشة بتحرز ديما بدي روح معك